ده اللي عطل في شيء؟ زينب بك شيء مريضة؟ زينب؟ انت مين؟ سليم؟ سليم انت بنت؟ سلمى، اسمي سلمى. معقول؟ معقول كل هالوقت؟ انا ما معي خبر؟ مش معقول. هلا عرفت اترك المهزلة. لوين بدك تروحي؟ بدي اعرف سبب هالمهزلة كلها. معقول انت بنت؟ مش عم صدق. هلا بدك تفسري لي ليش كنت لابسة ثياب صبي؟ كيف قدرت تمسي علي كل هالوقت؟ كيف؟ وليش؟ صحيح اني غبي وما بقاش عم منيح اكيد. وليك ما اختلفنا سليم. سلمى ما عاد فهم شي من شي. فسري لي كل اللي سمع. فسري لي. أنا اسمي سلمى داغر. وأنا المطلوبة من السلطات الفرنسية. مش عم صدق، عن جد مش عم صدق. هيدي القصة ما بتتصدق، كأني بشي كابوس وبعد لحظة بوعى منه. ليش تركتيني اتجوز زينة؟ ليش؟ بس انت اللي كنت معي هديك الليلة. ليش؟ وشو كان بدك ياني اعمله انت انكمشت معه بالجرم المشهود؟ كان بدك ياني روح عند خالي وقول له ليك خالي هيدي زينة كذابة؟ أنا اللي قضيت ليلتي مع باتريك؟ هيدا اللي كان بدك ياني قوله؟ هيدا اللي كان بدك ياني قوله أنا مخبية بسليم لأهرب من حبل مجرأتكم وكذبكم؟ مش أنا المسؤول عن الظلم اللي تعرضتي له من السلطات الفرنسوية، مش أنا. يا بس أنت فرنساوي وأنت ظلمتني وأنا بكرهك، بكرهك باتريك. أنا مش مذنب وأنت بريئة. ما كنت معي ليلة التهريبة. إيه إيه. شو رأيك بكرة نروح عند الكوماندان نقول له ليك كوماندان هيدي سلمى بريئة، لأنه ليلتك كانت معي، قضت ليلتها معي واخذت اخر حبه شرف بتمتلكها. شو رايك هيك نعمل؟ مش هيك لازم نعمل؟ مشهد رائع، حلو كتير كتير حلو. شو ست سلمى؟ ما صدقت برمت ظهري تتعمشقي بجوزي؟ من أي متى خبرتي الحقيقة؟ أنت وحدة خاينة ما بيتأمن لك. عم بحكي، أنت وعدتيني ما تقرب علي وما فيت بوعدك. ما يكون فكرك تسرقي مني مثلاً؟ يا سراقة يا حرامية! يا زينة هذا الحكي. أول شي أنا ما وعدتك بشي، تاني شي ما بسمح لك توصفيني لا بالسراقة ولا بالخاينة ولا بالحرامية، لأنه هو الأوصاف بينطبقوا عليكي أنت. زينة! خرجي. لا 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 لا! يا رب. سهيل نار! في نار يا سهيل! سهيل بيتي! أنا رح طفي نار، خليكم روح! روح. خليكي هون، في خطر عليكي سلمى.
الحمد لله قدرنا نطفي النار قبل ما توصل على البيت. هل كان بعد ناقصني يحترق البيت حتى اخسره على الاخر؟ ما رح تخسريه، رح اشتغل وجمع مصاري حتى ما تخسريه، رح اعمل كل جهدي حتى ما تخسريه. سلمى صباح الخير. انا مش سلمى، انا هنادي. ايه هنادي، انت جديدة هون؟ انا جديدة هون. انا قريبت الست فدوى وهي طلبت من الدكتور مجيد يوظفني بالمستشفى تأتسلى. انت تتسلى؟ حلو، تفضل دو. سلمى هنادي، انت حلوة. شكرا دكتور. وحدك؟ ما عندك عائلة؟ بلا، عندي مرتي. وينه؟ ليه منا حدك؟ مشغولة. عندها حدا أهم منك؟ طمنيني عنك حبيبتي. أنا منيحة، ما تعتلي همي. قولي، بعرف أنت بين أيدي أمينة. تسلم ست ليلى، بس أنت بتعرفي نحن جايين بمهمة محددة، وبعدين اللي من الظهر ما اطمنت على الدكتور باتريك، جايين خبر أنه هو رح يفرح فيه كتير. واقف عندك شو طالعين نعمل بأبلح؟ شو بتحبوا تشربوا؟ أنا بأخذ قهوة. شكرا. زهية، زهية عملي معروف فنجان قهوة للحكيم، وبطريقك قولي له لدكتور باتريك إنه دكتور مجيد بده يشوفه. حاضر ست ليلى. يا أهلا فيكن. ركت حالي أعلق علق مع واحد عطيلة وبلا شغل. ست ليلى، بتعطي هذا المكتوب للدكتور باتريك؟ سلمى بنمشي؟ بكي بنتي بكي، فش خلقك. كنت عارفة ست فدوى؟ ايه، سلمى خبرتني. كيف باتريك تصرف بهالطريقة ما بعرف، أنا مصدوم. كان سكران، افتكر سليم أخذه على بيت من هالبيوت. ما عرف مين كان معه. وأنا ما قدرت قاومته، ما بعرف كيف استسلمت له حتى أني ما قاومته بالمرة. أنا كمان غلطاني، مش هو بس غلطان. بس ما تخيلت أنه زينة رح تستغل الوضع بهالطريقة البشعة. صباح الخير. صباح النور. من فترة كان في بيت معروض للبيع بالرميلي. نعم صحيح. بعده معروض؟ لحظة لأشوف لي. الهيئة البيت مبيع. مبيع؟ من أي متى ولمين؟ مبيع من فترة قصيرة، بس الاسم المالك الجديد بعده مجهول. شكرا. خلاص يا سهيل، أنا خسرت كل شيء. بيت البيع،
باعوا لي بيتي يا سهيل. رؤي استسلمة. رؤي تمر يا سهيل، تمر لي، خليني اشم فيك ريحة اهلي. خلاص ما بقى تبكي، خليني اغمرني وشد علي. بترجيكي وقفي بكي. بعدين شو عم يخبروني؟ إلك 3 أيام قاعدة هالقعدة، لا أكل ولا شرب، لازم تاكلي. ما بدي أكل، ما بدي، أنا ما بقى بدي أعيش، خلاص أنا بدي موت. ليش بدي أعيش؟ ليش؟ ما بقى تحكي هيك، بترجيكي ما بقى تحكي هيك. نحن بدنا إياك تعيشي، نحن بعدنا عايزينك. أنت تخطيت كثير صعوبات، وهيدي الصعوبة كمان رح تتخطيها، رح نتخطاها سوا. لا لا، مش قادرة، مش قادرة أتحمل أكتر من هيك، خلاص مش قادرة. يا ربي ساعدنا، خيلك يا ربي ساعدنا. بترجيكي ما بقى تبكي ستسن. ليش هذا فيه لي؟ ليش عم يصير فيي أنا هيك؟ ليش أنا شو عاملة شي غلط بحياتي؟ لا الله عم يقصصني هيك. أنا شو عاملة لربي شي غلط بحياتي؟ كانوا هالحرب خلقت حتى تقصصني لي أنا وحدي؟ ليش؟ ليش أنا؟ حدا قال لي ليش؟ سلمى بنتي، أنا بعرف إنه الحياة قسيت عليك كتير، تعذبتي كتير وانصدمتي أكتر، بس بدي هيك تكوني سلمى القوية اللي بعرفها. لا أنا ما بعرف تكون قوية، ما بعرف فيني أكون قوية، بدي استسلم، فهموني، ما بعرف فيني، ما بعرف فيني، ما بعرف فيني. يا ريت في يساعدك، يا ريت. ما حدا في يساعدني، أنا رح أحمل وجعي وحدي، كمل فيهم حياتي، حياتي ما بقى إلا معنو. لا يا سلمى، بتحكي بعدك صبية بأول عمرك، وفي أشياء كتير نطرتك بهالحياة. أحسن شي بتعمليه هلأ تقومي تاكلي لقمة معي. معقولة تتركيني أكل لوحدي؟ قومي، ما رح خليكي قاعدة هالقعدة، قومي. إذا مش كرمالي أنا، كرمال هالست الطيبة. قومي يلا حبيبتي، قومي حبيبتي، قومي.